بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيها الأحبة هي حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي فنون شعبية، نأمل أن نوفق في تقديم كل ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، وندعوكم الآن إلى أولى فقرات هذه الحلقة. محيا العظام الرميمة، يا مدبر دنياك بحسن تدابير، يا مشفي ضر السوم السقيمة، بمرك تنام عيون ناس سواهير. بعزة جلالك مع سماك العظيمة، يلي بحرفات القدم ترزق الطير، يا معيد للقاع المحيلة بغيمة، من رحمتك تنشي سحاب مدارير، لا تجعل الدنيا يا معيد للقاع المحيلة بغيمة، من رحمتك تنشي سحاب مدارير، لا تجعل الدنيا علينا وخيمة. غير انت يالله ما لنا والي غير، تفرج المن همه بقلبه يضيمه، متعرض له مع طريقه عواثير، قلبه خصيمة والروابع خصيمة، من خاصمه قلبه جداها التعابير. عندي نصيحة للقلوب الفهيمة، اللي بهم عرف وطاعة وتفكير، أحذرك عن طرق النوايا الذميمة، ترى بها الشيطان يجدع بصنقير. وجنب طريق موحشين النميمة، أفواههم بشين مثل المناشير. جنب طريق موحشين النميمة، أفواههم بشين مثل المناشير، مالك بهم وقدار ربك حكيمة، ورزقك على رزاق عوج المناقير. ويا العبد خلك مع دروب سليمة، أعنز على مولاك ولا المقادير، دنياك تذكر بالعصور القديمة، لو سانعت لازم تفاجيك وتغير، ولو سانعت لك ما يداوم نعيمة، تسقيك يا المخلوق كاسة تمارير. العلم العلم تبنى به بيوت هديمة، والجهل يهدم نايفات المقاصير. احرص على ابنك واجتهد بتعليمة، سر القدم والله عليها التياسير. احرص على ابنك واجتهد بتعليمة، سر القدم والله عليها التياسير. العلم يا جاهل حصاده غنيمة، يصير لك عن واقب الغسق تنوير، إن صمت شهرك والفريضة تقيمة، تفوز
يوم الناس لله مباصير يدخلك طوبة عن سعاير جحيمة ان طاعت الله واقية من زمهرير المال والمال يجعل لك مكانه قيمة والفقر يرذل طيبين المناعير من زاد ماله شاف نفسه حشيمة ومن قل ماله قل قدره بتأخير الطيب يندى بالوجيه الكريمة يابين نوره بالوجيه المسافير تلقى علاماته عليهم وسيمة ما تختفي علامته مع هل الخير ما يدرسونه قاصرين العزيمة هل الردية هاي بين المخاسير والعمر العمر يرحل والسوالف مقيمة وحكم القدر ما يثيب عنها التحذير وصلاة ربي عدها الطال ديمة على رسول بالنذارة وتبشير شعر الأسمر الجويعان. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، هناك الكثير والكثير من الآراء التي تؤكد بأن الشعر الشعبي هو وليد للشعر العربي الأصيل أو الشعر العربي الفصيح. على العموم، هناك الكثير من الأسئلة التي تدور حول أهمية الشعر الشعبي من منظار الأدب العربي. في الدقائق التالية أيها الأعزاء، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ والأديب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس، رئيس النادي الأدبي بمنطقة الرياض. باسم السادة المشاهدين نرحب فيك يا أبو عبد العزيز. حياكم الله والمشاهدين. الله يطول عمرك إن شاء الله ويسلمك طال عمرك. هناك الحقيقة كثير من الآراء التي تقول بأن الشعر الشعبي أو الموروث الشعبي إنه وليد للشعر العربي الفصيح، فما هو ردكم يا طول العمر على هذا القول؟ والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رأيي أن هذا القول عليه ما عليه، أو أنني لا أوافق على هذا القول. لا. لأن الشعر العامي، وأنا دائما ألح على أن التسمية الصحيحة أنه الشعر العامي لأنه ينطق بلهجة العامة. لا. وهذا هو معنى التسمية الصحيحة، وأنا منذ سنين طويلة وأنا أكتب في الموضوع، أو حينما أتعرض الموضوع أسميه الشعر العامي تمشيا مع حقيقته الواقعة، أو حقيقته الواقعة التي هي اللهجة العامية التي يكتب بها هذا الشعر. فليس الشعر العامي وليد الشعر الفصيح، إنما يمكن أن تقول إن الشعر العامي شعر طبيعي لدى الشعراء، وكل شاعر له الحق أن يعبر عن تجربته وشعوره بما شاء من أي لهجة كانت أو أي لغة كانت، هذا من حقه وليس عليه حجر في هذا المجال. وطبعا الشعر العامي لم يوجد إلا بعد فساد اللغة العربية الفصحى، حين فسدت اللغة العربية الفصحى ووجد الشعر العامي في بني هلال ومن قبلهم ومن بعدهم، هنا بدأ الناس يكتبون الشعر العامي لأن لغتهم لم تعد اللغة العربية الصميمة الفصحى القوية السليمة من اللحن. فالشعر العامي سليل فساد اللغة العربية
الفصحى وليس سليل الشعر العام الفصيح. وأيضا أستدرك فأقول إن لكل شاعر الحق في أن يكتب ما يشاء بما يشاء من تعبير، سواء كان تعبيرا عاميا أو فصيحا، ولكن ليس على حساب اللغة العربية الفصحى التي هي لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف ولغة الإسلام ككل. نعم. ولغة الثقافة العربية الإسلامية منذ العصور الجاهلية وحتى يومنا هذا. شيخ عبد الله، بصفتكم رئيسا للنادي الأدبي بمنطقة الرياض، وأنتم ترون هذا الكم الهائل من الشعر الشعبي وهذه القصائد وهذا الكم أيضا من الشعراء وهذا الاهتمام أيضا، فما هو نصيب الشعر الشعبي من اهتمامات النادي الأدبي بمنطقة الرياض؟ طبعا هو المبدأ الذي أشرت إليه آنفا، وهو أننا لا نؤمن بأن الشعر العامي سليل للشعر الفصيح. من هنا طبعا النادي الأدبي لا يتبنى الشعر العامي فيه ما عدا تقديم دراسة مثلا عن الشعر العامي كدراسة تاريخية ونحو ذلك. وقد أتحنا فرصة في العام الماضي للدكتور سعد السويان، وكتب محاضرة ألقاها في النادي عن بداية الشعر العامي وشيء من تاريخه. فالشعر الأندية الأدبية وجدت لتقوية اللغة العربية الفصحى وحراسة حماها بقدر المستطاع من أن تكون مجالا للتلاعب بها أو للتهاون في شأنها، فهي لا بد أن تكون مصونة ومحروسة بإذن الله، كما أنها هي لغة القرآن الكريم ستظل كذلك إن شاء الله إلى يوم القيامة. والنادي طبعا لا ليس من اهتماماته وليس من مقومات عمله أيضا وليس من أسباب تأسيسات الأندية الأدبية أن تكون للشعر العامي. الشعر العامي له ميادينه وله أمكنته، مثل جمعية الثقافة والفنون، هذه هي منتدى الشعر العامي، كذلك الصالات والمجالات الأخرى والمجالس والأندية العامية في هذا المجال. أما الأندية فهي لما يخدم لغة القرآن الكريم فقط. شيخ عبد الله، هل تطرب للشعر الشعبي أنت؟ نعم تطرب له. أطرب له وأحفظ شيئا منه، وطبعا يعجبني الإبداع فيه. فأنا حضرت الأمسية الشعبية أو الأمسية العامية في الأسبوع الماضي التي اشترك فيها عدد من الشعراء، منهم الأخوين فهد عافت ومساعد الرشيدي، وكان شعرا جيدا ورائعا جدا وفيه إبداع قد يتجاوز ما يحصل في الشعر الفصيح. هذا شيء يجب أن نعترف به، لكن ليس معنى هذا أننا حينما نجد هذا الشعر الجيد أننا نحكم على أن الشعر العامي كله بهذا المستوى. طبعا لا، هذا يمكن أن تجد 1% فقط أو أقل حتى من 1% من الذين يبدعون في الشعر العامي، كما أنك أيضا لا تجد في الشعر الفصيح إلا القلة من الذين يبدعون الإبداع بمعنى الكلمة. وإن كان بالطبع الشعر الفصيح يعني يكون العطاء فيه أكثر ويكون الإبداع فيه أكثر، من حيث أنه يكتب باللغة العربية الفصحى وهي لغة غنية بمفرداتها، غنية بمترادفاتها، وغنية بتشكيلها وبقوة الأسلوب والصياغة التي هي من صميم هذه اللغة العربية الفصحى. بينما الشعر العامي يقوم على الكلمات العامية المتداولة شعبيا، وهذه الكلمات المتداولة شعبيا تعتبر
كلمات مستهلكة. ولهذا تجد أن الكثير من الشعر العامي الذي يكون له نوطة في القلب وله تأثير على المستمعين وعلى المتلقين تجده يستخدم التشكيل اللغوي كما يستخدمها شعراء اللغة الفصحى. فمثل قصيدة خلف العتيبي التي ألقاها في حفل الافتتاح كانت فيها إبداع كبير، كذلك قصائد من ذكرت في الأمسية الآن في ذكرها. الشيخ عبد الله، طالما أنك اعترفت الآن بأنك من المعجبين بالكلمة العامية والقصيدة العامية بشكل خاص، وأعجبت بهذا الأسلوب الرائع من بعض الشعراء العاميين، إذا جاز لي التعبير، لأنه أنت تقول عاميين وأنا الحقيقة حنا متفقين أنه شعر نبطي أو شعر شعبي، وعلى العموم أعتقد أن التسمية ليست مشكلة. لا لا، هو لما تقول أن الشعر شعبي معناه أن الشعر الشعبي هو الذي يقرأه الشعب، الشعب لا. الآن يقرأ الفصيح ويقرأ العامي، هذا صحيح. إذن هو عامي من حيث اللهجة، يعني على أساس أن ما يخضع لقواعد اللغة العربية. أما أيضا كون نبطي فهو ينسب إلى النبط، وهم القبيلة التي سكنت سواد العراق. النبط غير الأنباط. أي هذا طبعا ليس شيئا مشرفا في التسمية أن يقال نبطي أو شعبي. التسمية الحقيقية هي التي تولد من طبيعة هذا الشعر، وهو أنه باللهجة العامية الدارجة. نعم. وليس هذا طبعا لا تحقيرا له ولا تنقصا من قدره، فهو شعر عامي فيه الإبداع وفيه الرائع والجيد يعني، وهذا لا. طيب طال عمرك، بصفتك أحد الأدباء والرئيس للنادي الأدبي، هل تعتقد أن هناك قضية بين الشعر العامي والشعر العربي الفصيح؟ لا، ما هناك قضية إلا يعني فتح الباب على مصراعيه بهذا الشكل في الصحف والمجلات لكل من هب ودب. يعني هناك شعراء يستحقون أن يشار لهم من الشعر، قصائدهم الشعر من الشعر العامي، لكن هل كل من كتب يصح أن ينشر له هذا الشعر؟ أيضا حتى في اللغة العربية الفصحى. نعم، لكن في الفصحى يقويها أنها بلغة القرآن يعني، الحمد وأنها لله. لغة القرآن الحمد لله محفوظ، والله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل إنا نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظون، صدق الله العظيم. أستاذ عبد الله، هناك بعض الطرق حنا نسميها طرق، اللي هي الشعر الهلالي، طرق الهلالي والطرق الصخري، يقولون أنها لا تبتعد أبد عن بحور الشعر العربي الفصيح، فهل لك تعليق على هذا القول؟ أنا لا أستطيع أن أعلق على هذا الموضوع، لا، لأني لا أستطيع التمييز بينها تمييزا واضحا لهذا. طيب من تحفظ لهم الشعراء الشعبيين القدامى يا أبو عبد العزيز؟ يعني بس أنا ما أحفظ الآن شيء حتى لا تحرجيني تقول أذكر شيء من النماذج. أحفظ شيء لابن العبون، أي نعم، وللهزاني ولابن سبيل ولعدد من الشعراء الذين القدامى وحتى المعاصرين. أي يعني أقرأ لهم ويعجبني شعر مساعد الرشيدي وشعرك وشعر عبد الله بن عبار، وليس طبعا مجاملة لكم أو لأنكم من القبيلة، لا معاذ الله، إنما أقول الحقيقة أن يوجد شعراء ولهم قدرة على التفاعل مع التجربة التي يريد الشاعر أن يعبر عنها، لكن فيه ناس يكتبون ما هب ودب، شعر مراهقة، وهذا اللي الآن عندنا 14 مجلة كلها للشعر العامي، هذا شيء يعني مؤسف وخطير على اللغة العربية، وخاصة أننا أصبحنا الآن يتحدث عنا في بعض البلاد العربية يقولون سبحان الله، هل انقلبت الجزيرة العربية أم اللغة الفصحى أو منبت اللغة العربية الفصحى ولغة القرآن إلى أن تسود فيها العامية أكثر مما تسود الفصحى؟
طبعا هم لا يعرفون أن الفصحى سائدة والحمد لله في البلاد، الحمد لله. لكن يرون النماذج التي تنشر في هذه المجلات، ويرون هذا الاهتمام بالأمسيات الشعرية العامية فيحكمون، وطبعا هذولا من البلاد العربية ومن بلاد أخرى، يحكمون بهذا الحكم. طيب نصيحتك، لا أود أن يكون يعني. أنت أبي نصيحتك للشعراء الشعبيين أو العاميين، هل هناك من نصيحة تود أن تقولها لهم؟ والله ما هناك نصيحة يعني. أنا أدري أنك تتمنى أنهم يكتبون بالفصيح. أود أنهم المتعلم منهم والذي يجيد اللغة العربية الفصحى أن يكتب بالفصيح، وإذا لم يكن ذلك يعني. إذا لم يكن قادرا على ذلك فهو حر أن يكتب بالشعر العامي، لا حرج في ذلك. أنا لا أفرض طبعا رأي على أحد، وليس علي حرج أن يكتب الشعر العامي، إنما الذي أنا أعارض فيه هو نشره بهذا الشكل، بهذا الكم الهائل الذي ملأ الساحة وطغى على ما يكتب باللغة الفصحى، سواء كان شعرا عربيا فصيحا أو كان نقدا أو مقالات أو بحوثا أو غيرها. على العموم، الأستاذ والأديب والشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن دريس، ومن خلال الدقائق التي مضت، يطالب الشعراء العاميين بأن يكتبوا القصيدة العربية الفصيحة في لغة القرآن، ويؤكد أنه الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع اللغة العربية بشكل مطلوب فلا بأس أن يكتب في الشعر العامي. ولذلك نحن نتذكر بيت الشعر الذي يقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أيها الأحبة، في نهاية هذه الدقائق لا يسعنا إلا أن أشكرك يا أبو عبد العزيز. والحقيقة حنا عرفنا الآن رأيك الصريح حول الشعر العامي الذي أسميته أنت عامي وتصر على هذه التسمية. أنا أسميه من قبل 30 سنة. نعم. ولذلك أيضا فيها آخرون كتبوا عن هذا وسموه مثل أبو عبد الرحمن، شيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل وغيره، نفس الشيء يتفقون معي في التسمية بأنه الشعر العامي يعني. على العموم، شكرا للأستاذ والأديب عبد الله ابن عبد العزيز ابن إدريس، رئيس النادي الأدبي بمنطقة الرياض، على هذه الآراء الصريحة. ونشكركم أنتم أيها الأحبة، ودعونا نبحر معكم ومع المشاهد العزيز إلى الفقرة التالية من هذه الحلقة. هناك شعراء يستطيعون كتابة الشعر، وأعني شعر النظم، بالإضافة إلى أنهم متمكنين من شعر المحاورة. ومن أبرز الشعراء في هذا المجال الزميل الشاعر فيصل بن منصور الرياحي البقمي، الذي استطاعت كاميرا هذا البرنامج أن تستضيفه لتقدمه للمشاهد العزيز. صفا صافي صفيت من صافي الصافي، وفكري صفا صافيه والجو لي صافي، اللي صف صف الصافيات اصطفيتها وصفيتها تصفيف مصفوف الأصدافي، أصدر صدى صدري وصفي مصادره، تصاريح من صدري لها الصدر صرافي، تصافق بصندوق الحشا كان صافقها موج، تصافق صافقه فوق الأطرافي، صادف صدوف صادفتني صدوفها، صواديف صدفات لها الفكر مصدافي، تصديت وحكمت التصدي لصدها، ليصادني منها صدا صدها الكافي، فلا صفو للدنيا بلي صدوفها، ولا صبر للعاقل على بعض الأجحافي، ولا خير في من لا يعزز مواقفه، يروم العلا والمجد بالمخلب الوافي، ولا دين يبقى في رقاب طليقة، ألا ويطلع له طبي طليب نونك كافي،
زمان تغير والبشر ما تغيروا، أو الناس تتغير والأزمان زلافي، فلا وردة إلا بها شوك، والبشر كذلك بهم ورد وشوك وسفسافي. ومن رد للسفساف راسه هامته، تنازل عن الأمجاد وهف مع الهافي. ومن لا يمدك بالحمية بوقتها، وفعله معك بمجرد العين ينشافي، خله يروح ولا ترجاه ينفعك، من صد عنك بوجه لجه بالأكتافي. لبد ما توريها الأيام ضيمها، ويمشي على الأقدام من حوفها حافي. فلا تخلفك ريح من الشرق عاتية، ولا يخلفك موج من الغرب قضافي. موت الفتى بالسيف ومذل قلقنا، أخير من موت الجرادة بصفصافي. العز عز لو الباسك من الخصف، والذل ذل لو تلبست الأصوافي. بالعز لو جسمك بالأمراض ممتلي، وعرضك نظيف تعط طيب ومتعافي. خلك عزيز ولو يحذفونك البشر، من عجز عن دربك يصير لك حذافي. أيضا ولا تعجب في ذي حالة الملا، كل على طبعه يحب التصرافي. للدر غواص تحت سامة البحر، وللزين قطاف وللشين غرافي. تلقى دليل صافيات مشاربه، وتلقى غشي من للمغاريب رشافي. فلا ترشف المغراب لو حدك الظما، ولا تقتبس من نير تنجمرها طافي. ولا تسايل واحد ما يسايلك أيضا، ولا تأخذ اسلوب التلقافي. وليا درج من دارج الهرج سالفة، اصمت لين الهرج يكمل ويستافي. وليا حصل لك فرصة نقول ما تشاء، بشرط كلامك واقع هادف انضافي. أو جزل يا سولفت واعرف مقاصدك، ولا تصير بهرجة السوزة هافي. وليعترض عرضك من الناس عاقة، وقالبك قول مع فعايلك متنافي. اشكه على رجل تقدس طبايعه، حليم حكيم صاحي الفكر عرافي. انطاعنا الصاحي فلا تبحث الخفا، خلك حليم وشوم عن شم الأعدافي. وانغره الشيطان تدر مشاربه، واسقه بعد شرب الهنا سم نزعافي. وارمك ما يرميك واسحله الدواء، وقل هكذا حكم العدالة والانصافي. من لا يهابك بل القدم دس مهابته، وانجح له الكيات ما بين الألجافي. وان جت من الأقراب زلة خطرها، لو هي كما بانين ولا جبل قافي. ربعك ذراك ولا يذريك غيرهم، هم سعد عينك يوم الأرياق نشافي. أيضا ولا تغضي بعينك عن العداء، رهف لهم حد البواتيع رهافي. الخير يجزى خير ويعان صاحبه، والشر ضده شر في كل الأعرافي. من شاف منك العزم عزك وقدرك، ومن شاف منك الضعف هفك بهفافي. وانهام ولا انذال بالتختخ الوطا، أشرف كما القرناس في راس مشرافي. وبالقدر سوق الناس كلنا بواجبه، حسب المنازل لا تشرطوا الأخلافي. ولا تبذل المعروف في غير صاحبه، ترى الردي يقضي لزومه ولا يافي. يا زارع الصبخة خسارتك زرعها، على سطحها يطلع لك الملح قفقافي. وأصحابك اعرفهم وجرب عزومهم، حتى تعرف اللي يعزك من الجافي. ترى بعضهم لو ضحك لك بناجذة، لو مت ما كثر عليك التلهافي. يضحك معك بالحيل في حزة الرخاء، والرز عنقه قلت له والله سنافي. وانبارت الأيام واعتزت فزعته، شفته ذليل ساقط يعطل أسدافي. أنا اللي صاحبت ثنبار صاحبي، أحرف عن اللي ميت حظه إحرافي. أصادق صديق صادق في صداقته، وعن خاينين العهد أحبة الطرافي. سلامتك. وانت سالم وغانم يا أبو بدر. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، هذا الفن الجميل وهذه الزخرفات الرائعة التي تشاهدونها الآن تسمى، ما أدري وش تسمى الصناعة هذه يا أخوي. والله هذه صناعة الصناديق المبيتة. صناعة الصناديق المبيتة، وش يحط فيها الصناديق هذه؟ هذه قديما تستعملونها حق دزة العروس، قبل يعني ثياب العروس وذهبها وأغراض يحط فيها، يعني قبل وجود الدروج وقبل وجود حق دزة يسمونها حق العروس، يعني أغراض العروس ثيابها وذهبها وكل شيء. كان يعني قبل ما في مثل الحين كبتات، وهاي كانت الصناديق هذه.
ايوه حق اغراض العروس حق الدزه يسمونها. هذه يسمونها صناديق تسمها. اي صناديق مبيته حق صناديق مبيته في كبيره ما شاء الله. اكبر من هذا. اي ما تعرفنا عليك. خليل محمد يوسف حمدان. ونعم يا خليل حقيقه هذه صناعه جميله وفن جميل. هذا زخرفه. هذا وش هذا؟ كان مطلي بالذهب. هذا نحاس الله يسلمك. نحاس خالص يرصع ويوضع في ال. نعم حقيقة فرصة طيبة أن نشوفك والحقيقة يعني كما قال مثل صنعة في اليد أمان من الفقر. ها أتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. شكرا. العفو. عزيزي المشاهد كل ما نشاهده من تراث شعبي وفن شعبي قديم ولكنه سيبقى جديدا لأن هناك من هم يحافظون على هذا التراث. معنا الأخ حسن سعد ألصلة. يا حسن أنا أشوف عندك خناجر ولا جنابي ولا السمون هذه؟ والله عندنا خناجر وعندنا جنابي وعندنا درع. درع؟ ذرع. 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 نعم. الذرع ويني خلينا نشوفها. هذه الذرع والسبايك هذه الأنواع. هذه ذرع. نعم ذرع وسبايك. أقول يا أخ حسن. نعم طبعا. أنا أبي أسألك عن أهمية هذه الأشياء في الماضي والحاضر. هذه في الماضي وفي الحاضر تستخدم لأدوات الزينة فقط لا غير. الزينة. إيه نعم. إيه. لبس للرجال في الاحتفالات والمناسبات الرسمية. إيه. مثل الأعياد وغيرها والزواجات وكذا. كم تصل أسعار هذه الأسلحة؟ هذه تسمى أسلحة طبعًا. إيه نعم أسلحة بيضاء. أسلحة بيضاء. نعم. كم تصل أسعار؟ والله تتراوح من 100 ريال إلى حوالي 15,000 ريال. إلى 15,000 ريال. نعم. إيه. عمومًا أتمنى لك إن شاء الله التوفيق وإن الله يكفيك شر هالجنبيات وهالخناجر وهالذر. الله يسلمك. أنت والمشاهد العزيز ونشكرك حنا على هال. ولكن قبل الحقيقة ودنا أنك تعطينا معلومة كاملة عن كيف تصنع وكيف تسوى وش الأشياء اللي تتكون منها. والله عندنا في منطقة نجران استخداما أكثر في الجنابي وفي الخناجر الفضة. فالخناجر الفضة تعمل من الفضة الخالصة ومنها السلال والقرون. والقرون عدة أنواع منها العاج ومنها الباغة ومنها الزراف ومنها القرن العادي. فالزراف أغلى أهمية أغلى قيمة في الخناجر استخداما. والجنابي السلال حضرمية ومنها أنواع عدة منها المسمار ومنها النوع الحضرمي ومنها النوع العزيري وهذا من أردى الأنواع بالنسبة للنوع العزيري. هذه أنواعها. شكرا لك يا حسن وإن شاء الله لنا معك لقاء آخر إن شاء الله. الله يحييك. شكرا. عزيزي المشاهد يحمل لنا البريد العديد من المشاركات الهادفة والجميلة. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل الأحبة الذين يتواصلون مع هذا البرنامج ويبعثون لنا بمشاعرهم الصادقة. فيسرنا أيها الأحبة في هذه الفقرة من رسائلكم أن نختار بعض المشاركات. هذه مشاركة من الشاعر صالح محمد عودة النمري من مكة المكرمة يقول فيها: يا عين لا تبتين من فعل الأصحاب، ما عاد بالدنيا رفيج موالي بلمس، مكثرهم على سدة الباب، واليوم وقت الضيق محد بدالي، بانت نواياهم وتمثيل الإعجاب اللي معزتهم مجرد المالي، بانت حقيقتهم وانا خاطري طاب، من صحبة الأنذال وعز حالي راح الزمان اللي وفوا فيها الأصحاب، راح الوفا وين الصديق المثالي. صحيح صحيح من ينصل جاويد ما خاب، دنيا بها نوعين صنف الرجالي،
في هجودي مخلص ولا هو بنصاب في رفقته ترقى دروب المعالي وفيها بعد تلقى منافق وكذاب ما له أمان ولا عليه اتكالي عصرت أنا الدنيا وعانيت الأتعاب ولا غير جيبي في زماني صفالي جور الزمن يكشف لنا صدق الأحباب وتكشف معادين الرجال الليالي. نشكرك يا أخ صالح محمد عودة النمري من مكة المكرمة على هذه المشاعر التي تتحدث فيها عن الأصدقاء وعن اختيار الصديق الوفي. هذه أيها الأحبة أيضا مشاركة من الشاعرة رياح الوفاء من الإحساء تقول فيها: ما حاسبك ما عاتبك ما ترجاك، ما حاسبك ما عاتبك ما ترجاك، لو طالت الأيام ما قول وينك الله معك دامك، الله معك ما دام في بعدي يرضاك، الله معك ما دام في بعدي يرضاك، لا تبتي سنيني ولا ابتي سنينك غلطان، قلب بصدق الشوق ناداك قلبي طعنته وانتحر في يدينك، غلطان قلب بصدق الشوق ناداك قلب طعنته وانتحر في يدينك، كانك تحداني فنا ما تحداك الحب ما هو حرب بيني وبينك، ولو السعادة كلها ملك يمناك ما مد يدي والعطاء من يمينك، صحيح أحبك وأعشقك وأتمناك، ولا شافت عيوني بشر مثل زينك، لا شك عندي عزة النفس تسواك ما تنكسر عيني تحت حكم عينك. نشكر الأخت الشاعرة رياح الوفاء على تواصلها مع هذا البرنامج. وهذه مشاركة أيها الأعزاء من الشاعر فواز الديري من الرياض. يقول فواز أنه كان في رحلة عمل خارج أرض الوطن الغالي، وكعادة الشعراء يعبرون عن مشاعرهم نحو الوطن العزيز. يقول أنه كان في أوروبا وأنه شاف البرق، والحقيقة القصيدة توضح ما أشار إليها الأخ فواز الديري. يقول فواز: من أوروبا سرت وضح القصايد، من أوروبا سرت وضح القصايد تنوي المدهال، تبي دار الوفاء والطيب والمعروف والشاني، سرت يم الديار اللي غلاها فالحشا ما زال، ديار ابن السعود ودار أبوي ودار جداني، تذكرت الرياض وسال دمعي يا فهد همال، على طاري زمان فيه هلت دمعة عياني، وتذكرت الحزوم اللي من الوادي تروح شمال، مرابيع الرجال اللي لهم بالمجد مسكاني، وتذكرت الربيع اللي شعشع ونبته طال يوسع خاطر اللي من على الأيام عمساني، تذكرت الربيع اللي ليا شعشع ونبته طال يوسع خاطر اللي من على الأيام عمساني، إلى منه سمك عشبه وسيله تودوبه سال، تطارد به مجاميع عضبي ما فيه عرباني، يعله من حقوق الوسم نون كل خمس ليال، زماليقه تمايل وزبيدي دوب ما باني، قفار من العرب بس مصالح تزعج الموال، تغرد فيه مع جمع الطيور وليلها زاني، منات الشايب اللي عند ذوده دائما الترحال، يربع به منقصة ضلع كشب الحد جمراني، إلى منه بنى بيته وشب النار وجاب دلال، وبهر دلة تشفي غريزة كل مرضاني، يبي بكره يصابح فيضة ما داج فيها زوال، يسوق الذود فيها لين يخزى كل شيطاني، مداهيل الغزال اللي جرح قلبي وسمى الحال، بسود الله مس فيه انغديت بوادي ثاني، نحيل الخصر بوعين كحيلة لابس الخلخال، قمر عشرين خده والنحر والعود رياني، عشقته عشق مخلص ما يبيله
لجة وجدال. ألا يا زين همسة الهوى مع سيد خلاني على بعده أقاسي حسرتي واستبشر المرسال. خفوق الشوق يما الشوق حرك جملة أشجاني، تذكرت وتعكرت وغدا حالي على ما قال أسير الغربة هالمرة هموم البعد عنواني. والبرنامج يشكر الأخ فواز الديري على هذه المشاعر الوطنية، وهذه أيها الأخوة مشاركة من الشاعر منصور بن نايف الرويلي يقول فيها: يا ستار الصمت وش تخفي وراك، يا ستار الصمت وش تخفي وراك، الله أكبر حتى ظلك ما يبين الفرح والحزن، ما حرك شفاك ما وجدتك لا سعيد ولا حزين، لو يلوح البرق في عالي سماك ينكسر ضوحه من أشراق الجبين. القمر بالليل، القمر بالليل لو نوره غشاك ما هقيته يكشف أسرار الكنين، من يشوفك في عيوني يا ملاك لك ينادي يا عذاب العاشقين، يرتجف لك شوق من فرحة لقاك وينتهي نومه على جسر الونين، كيف أنا اللي عايش لوعة هواك أشتكي مأساة حبك من سنين. يا عديم الوصف، يا عديم الوصف في صمتك هلاك، انتظاري طال جعل الله يعين، هو حداك الشوق ولا ما حداك، لو تكرم عطني العلم اليقين. شكرا لك يا أخ منصور على هذه المشاركة الجميلة، وشكرا لكم أيها الأحبة.